تعالى إذا بعد أن رأينا في المرة الماضية شرح الغريب من كلمات القرآن الكريم من سورة البقرة، ولا بد أن تراجعوا. نوليو كل مرة نسألكم نعمل حصة اختبار مراجعين ولا ماكمش مراجعين. المرة الجاية إن شاء الله أسألكم عن البقرة وآل عمران إن شاء الله إن كان في العمر بقي. يا سيدي نأخذ إذن سورة آل عمران. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظوا أن ألف لام ميم لم يشرحها لا في سورة البقرة ولا في سورة آل عمران، لأنه التزم على نفسه وأخذ عهدا بأنه لن يشرح ما اختلف فيه بهذا الشكل. وين وصلنا؟ نبدأ من الأولى. أعطينا الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة آل عمران مدنية وآياتها 200. الحي الدائم الحياة بلا زوال. علاش أكد على هالمعنى هذا؟ لأن باش ما يمشيش البالك راهو حي كما سائر الأحياء. لا، هو دائم الحياة بلا زوال، لا أول له ولا نهاية. القيوم الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم. نعم. أنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل. نعم، وصف القرآن بأنه فرقان. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال أنزل الفرقان، في آية أخرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الله عزيز غالب قوي منيع الجانب. نعم، لاحظوا هنا في سورة ياسين عززنا بثالثا، يعني قوينا ودعمنا. هنا الله عزيز إما بمعنى أنه قوي، ولا أنا بمعنى أنه منيع الجانب، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يضره أحد ولا أن ينفعه أحد، وإن اجتمع إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم. آيات محكمات واضحات لا احتمال فيها ولا اشتباه. أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها. هنا نفضل الثاني على الأول. وقت يقول آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الآيات الواضحات هي التي يرجع إليها عندما يشتبه علينا شيء من القرآن احنا ما فهمناهش، وإلا ما فهمناش كيفاش نوجهوه. سهل ياسر، ارجع إلى آيات أخرى مثلها حتى ونردها إليها حتى يتضح المعنى، كما يسميها الشيخ طاهر بن عاشور، يقول لغة القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا ولا ينبغي أن يضرب بعضه بعضا. ما فهمتش الآية هذه، شوفها ماشي أخواتها أو شبيه بها، لأنها من عند الواحد الأحد، كما في حدثتكم عليها في مرة من المرات وقت اللي النبي لوط قال لقومه، قال هؤلاء بناتي، هل بنات من أمشي قدم بناته يقدمهم هدية يفجر فيهم الفجار؟ هذا معنى لا نذهب إليه أبدا، وإنما يفسره قول الله تعالى في آية أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. إذن فيكون أزواج أم المؤمنين كلهم هم بنات ذلك النبي. فهذا شخص قال ما ولدي حلالكم وزوجاتكم ماشي تعملوا في الحرام، لوين ما نفهموش منها أنه مش يعطيهم بنات وزوج من زوج بنات عنده يعطيهم القوم الكل. شكون اللي يقبلها؟ أنتم ما تقبلوهاش، نصفوا بها نبي من الأنبياء؟ لا. دماء نربط ونرجع إلى الآيات المشتبهة، نرجع إلى الآية الأصل كي نفهمها. وصل. متشابهات خفيات استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق. مثل فسرنا بالمعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، في كل الأحوال تحتاج إلى نظر دقيق فهي مشتبهة. زيغ ميل وانحراف عن الحق، تأويله تفسيره بما يوافق أهواءهم، لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق والهدى، كدأب كعادة وشأن، بئس المهاد بئس الفراش والمضجع جهنم. نعم. لعبرة ودلالة، حب الشهوات المشتهيات بالطبع المقنطرة. كلمة بالطبع، هذا عفوا، كلمة بالطبع احنا قاعدين نستعمل فيها الكلمة مش في موضعها، يقولوا بالطبع
يقصدون بالتأكيد. وهنا لا، مش هذا المعنى، هذا الطبع يعني بطبيعة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تردوا بالكم من كلمة بالطبع؟ نعم سيدي. المقنطرة المضاعفة أو المحكمة المحصنة، المسومة المعلمة أو المطهمة أو المطهمة للإنسان. نعم، هنا المسومة يعني فيها علامة، هذا المقصود بمعلمة، يعني فيها علامة من فعل وسما، يعني وضع له علامة ومنها السمة اللي هي العلامة. شكرا لك. ولدي الأنعام، شنو هي الأنعام؟ الإبل والبقر والضأن والماس. نعم، مفهوم كلمة الضأن؟ الغنم يعني. نعم. الحرث المزروعات. أكيد. شكون ما يحبش عنده ثانية كبيرة وفيها ما شاء الله الأنواع كلها؟ ها، يحب أحدكم ما يود أحدكم؟ أكيد. نعم. حسن المآب، المرجع أي المرجع الحسن، القانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى. هل تفرقون بين القانتين والقانطين؟ أكيد. نعم. ضروري جدا. ما واحد يدعي من حط في الفيسبوك لا يعني، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، لا حول ولا قوة بالله. ما ليش قلت وش طالب بالرب سبحانه وتعالى؟ لا تقنطوا، الله يبارك، ما مش القانتين، هذا من الخطأ، رغم أن بينهما تاء وطاء لكن فرق كبير. اللي ما يعرفش التجويد هذه مشكلة. نعم سيدي. بالأسحار في أواخر الليل إلى طلوع الفجر، قائما بالقسط مقيما للعدل في كل امر، الدين الطاعه والانقياد لله او المله. ديما هو يعطي احيانا معنيين، يقول لك كلمه الدين اما تعني هنا الطاعه لله سبحانه وتعالى، والا تعني المله كلها، فما تفسيرين، هذا شيء يقصد. فيفضل الشيخ ان يقدم التفسيرين معا، يقول لك راهي إما المقصود بهذا، لو فهمت بها هذا المعنى أيضا لا تكون مخطئا، لأن المعنيين محتملان، ومش بشرطها أنك تأخذ التفسير هذا أو ذاك، المعنيين محتملين، وهذا من شأنه أن يخفف على الأقل الأزمة بين المؤمنين إن شاء الله. أيوة. إن الدين عند الله الإسلام، الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى، بغيا حسدا وطلبا للرياسة، أسلمت وجهي لله، أخلصت نفسي أو عبادتي لله، الأميين مشرك العرب، حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم وخلت عن ثماراتها، غرهم، خدعهم وأطمعهم في غير مطمئن. نعم، خدعهم إذن. أيوة. يفترون، يكذبون على الله، تولجوا تدخلوا. شكرا لك سيدي. بغير حساب، بلا نهاية لما تعطي أو بتوسعة، أولياء بطانة أو وداء وأعوانا وأنصارا. نعم، أولياء إذن يعني أوداء، من أنهم ودودون إليكم بالضبط، وإلا أعوان وأنصار. تتقوا منهم تقاه، تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه، يحذركم الله. نعم، نسميها تقية، وحتى في قراءة سيدنا يعقوب، قراءة يعقوب أحد القراء العشرة، إلا أن تتقوا منهم تقية. تعرفوا مذهب التقية ذهبت إليه بعض الفئات، بل كثير من الفئات، هو حتى في القرآن في سورة النحل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بسش. المهم ما يكونش كذب وكاو، إذا التقية مش تولي كذب، في المعارض مندوحة عن الكذب، لأن الجأوا إلى الكذب. أما مثالش، قل قولا يمكن أن يفهم منه معنى ياني، كما سئل أبو بكر قالوا مما أنتم؟ قالوا من ماء، ويقصد ماء معنى خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من ماء. الآخر قاعد يقول من ماء، أي ماء؟ ماء العراق، فما مدينة كاملة اسمها مدينة ماء. ما سالش تضيع بإجابة اللي هي عامة وتتفهم هكا أو هكا. هل اسمه تعريض، وفي الحديث يقول في المعارض
مندوحة عن الكذب. الأمر الذي يحتمل هذا الكلام وذاك، هذا يتسمى المعارف. يحذركم الله نفسه. نعم. يخوفكم الله غضبه وعقابه. طيب. محضرة مشاهدا لها في صحف الأعمال. نعم، فهي حاضرة في صحف الأعمال. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. أسدي آل عمران، عيسى وأمه مريم بنت عمران. محررة عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس. أعيدها بك، أجيرها بحفظك وأحصنها بك. كفلها زكريا. نعم، هي هكذا حفص جاء جعله. هنا معنى خاصة في الذكر لآل عمران عن عيسى وأمه مريم بنت عمران. نعم، وهو معنى المقصود معنى كامل عائلة عمران. قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني. نعم، أي تقصد أم عيسى. هو علش حدده في عيسى وأمه فقط، ولم يذكر مثلا لم يذكر العائلة التي اعتنت به، لم يذكر أخواله، لم يذكر ابن خالته يحيى، لم يذكر زكريا رغم أنه مذكور في ال... على كل حال هو مش بشرطه أن كلمة آل عمران هي أهله، هكا أصلها أهله. لماذا حدد بعيسى وأمه فقط؟ هو مشى في سياق الآية. صحيح مش معناها أن مش نقولوا له راهو تفسير صحيح 100% لكلمتي، راهو مش قاعدين نحن نعمله في التفسير، فقط غريب القرآن الكريم. هذه كلمة آل يعني أهل، لنقف عندها هكذا، آل يعني أهل. وأهله من أساسا؟ بما أن الرجل اللي هو عيسى بن مريم ليس له أب، قال له كن فيكون كمثل آدم، فمن سيكون أهله؟ حصره أساسا في أمه، رغم أن عنده أهله. لما رجعت مريم لم يقول لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هي ليست بأخت هارون ولكن للعائلة وللنسب. نعم، هي من نفس النسب. على كل حال احنا بما أن درسنا في الغريب نقول آل عمران يعني أهله يعني العائلة. علاش خصها بالذات؟ يقول لك هي التي ذكرها الله تعالى بكل خير عيسى وكذلك أمه لقوله وبرا بوالدتي. والله أعلم، على كل حال هو فقط شرح للغريب. إن شئت أن ترجع إلى الشيخ طاهر بن عاشور تجد فيه تفصيل إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم سيدي. كفلها زكريا، جعله كافلا لها وضامنا لصالحها. المحراب، غرفة عبادتها في بيت المقدس. أنى لك هذا، كيف أو من أين لك هذا؟ بغير حساب، بلا نهاية لما يعطى، لما يعطي. بكلمة، بعيسى خلق بكن بلا أب. حصورا، لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن تعففا وزهدا. نعم، إذا أنه لا يقرب النساء ليس لمرض به، ولكن رب سبحانه وتعالى منعه، ما تجيش باله فكرة النساء جملة، فهو متعفف زاهد فيها لا حاجة له بها. مثل البعض الناس اللي تلقاه مثلا لا عمر نهار أن يشرب خمرا ولا فكر نهار باش يشرب خمر، ما هوش حاطط في باله هل خطر حرام ولا مش حرام، يقول لك ما نفكرش فيه أصلا. مع وجود الفارق بطبيعة الحال لتأخذوا لتحصلوا على الأجر وليكون لكم ثواب ترك المعصية، قول أنا أترك المعصية لله سبحانه وتعالى حتى يحصل لكم الأجر. تفضل نبدأ من هكا ولا هكا كما تحب، نمشي باليمين بر. أنى يكون، كيف أو من أين يكون؟ آية، علامة على حمل زوجتي.
نعم من المتكلم حافظين هلا زكريا نعم بالضبط ألا تكلم الناس أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة إلا رمزا لا لا سيدي طيب ما ألا تكلم الناس إلا رمزا كلها اشرحها مع بعضها بالعون الكلمة بالأحمر لأنه ربط إلا ريتها ولا كملها مثال ألا تكلم الناس إلا رمزا يعني أن تعجز ألا تكلم الناس إلا رمزا أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة إيماء وإشارة إلا إيماء وإشارة أي بالضبط إذن معناها سبحان الله ذهب كلامه ذهب صوته ما هوش مريض ما هوش مريض ولكن معه ما عادش نجم يتكلم يشير إشارته يعني مش هو يتكلم ولكن ما لا هو ما يجي يتكلم عن ما ينجم يقول حتى ما ينجم يقول حتى أيوة سبح بالعشي صلي من الزوال إلى الغروب الإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى نعم فقنتي أخلص العبادة وأديم الطاعة طيب يلقون أقلامهم يطرحون سهامهم للاقتراع بها نعم إذن مش يعملوا القرعة هذا شو معناها يلقون أقلامهم شكون مش يحصل عليها شكون مش يربيها بكلمة منه بقول كن مبتدأ من الله وجيها ذا جاه وقدر وشرف نعم في المهد في مقره زمن رضاعه قبل أوان كلامه زمن رضاعه قبل أوان كلامه كهلا حال اكتمال قوته بعد نزوله هذه زادها من عنده في تفسيرها أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا يعني حال اكتمال قوته لو اكتفى كان أفضل عن بعد نزوله مخطر احنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عيسى رفعه الله بروحه وببدنه معا وسينزل في آخر الزمان من جديد في الأرض فهكذا علاش قال بعد نزوله لو اكتفى حال اكتمال قوته سيفي البرك عم يسأل كيف نفسر معنى تأويل المسألة كالعشي بقوله صلي من الزوال إلى الغروب صلي بمعنى أدعو الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة كيف فهم معنى التسبيح نعم نعم لا حرج في اللغة العربي التسبيح يعني الصلاة فمنها قولنا بأن مش نعمل تسبيح يقصد بها الصلاة فديما وين تلقى وسبح اسم ربك يعني أذكره فهذا يسمى الصلاة والصلاة في اللغة تعني الدعاء أساسا لا حرج في ذلك قد تفهم منها هل هي صلاة فيها ركوع وسجود لا مش بشرطه الصلاة حتى أنت لو هكا مساج ندخل حديث في حديث حتى تتفرج في مسلسل مكسيكي مثلا تقول الأم لابنتها سوف أصلي من أجلك يا بنيتي إيش معنى ما أنا مش صلي صلاة فيها ركوع وسجود لا لا وإنما مش تدعي لها ربي فقط هذا إيش معنى نعم سيدي التسبيح عنده معنى يعني التنزيه نعم التسبيح عنده معنى التنزيه ويكون بمعنى الصلاة بمعنى الذكر لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بمعنى هنا تقديسهم وتسبيحهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى صلاتهم لا نعرفها مؤدى واحد في الأخير لكن بالتدقيق والتفصيل هذا ما لا نعرفه هنا نفوض مثل لله سبحانه وتعالى المهم أن فهمنا بلغة العرب ماذا تقصد من كلمة تسبيح بمعنى أنها صلاة لله ودعاء له وتضرع له وكل بطريقته لكن كيفاش كله كيف يسبح النمل كيف تسبح الشجرة كيف يسبح الرعد بحمده كيف يسبح تسبح السحب كيف تسبح الشمس الله أعلم هذا لا نعرفه هكا علاش قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن بين الله تعالى لنا شيئا وضح لنا وإلا فرب سبحانه وتعالى أخفاه لعلم هو يعلمه نعم سيدي فضاء أمرا أراد شيئا أو أحكمه وحتمه الكتاب الخط باليد
كأحسن ما يكون. إذن كلمة الكتاب يعني الكتابة، مش الكتاب أنا كتاب، لا يعني الكتابة، الخط باليد. الحكمة، الفقه أو الصواب قولا وعملا. ربما الثانية أولى، الحكمة بمعنى الصواب قول، والإنسان يبحث عن الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. جزاك الله تعالى خيرا. ودي كم لنا؟ تفضل. أقول لكم وصوروا وقدروا لرد إمكانكم. نعم، يعني لتكون آية ومعجزة. أبلغ الأكمة أخلص الأعمى خلقة من العمى. إذن شو معنى الأكمة؟ يعني الذي ولد أعمى. ما تدخلون ما تخبئونه للأكل فيما بعد. نعم، شو هذا؟ يعرف حتى ما وراء الجدران. من عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا في سورة آخر سورة من المائدة، كل شيء يقول بإذني بإذني بإذني. نعم. أحس علم بلا شبهة. نعم، باش يقول أحس مش إحساس، نجم يكون إحساس كاذب، لا هنا بلا شبهة. الحواريون أصدقاء عيسى وخلاصه ونصاره. نعم، المحيطون به واللي قالوا رانا آمنا بك
للأسف حسب الرواية الإسرائيلية تقول أول الناس اللي هم مشوا باعوه وكذبوه، والله أعلم. مكروا أي كفار فدبروا اغتياله، أي مكر الله دبر تدبيرا محكما أبطل مكرهم. هذا يا مكروا ومكر الله، ما يمشيش البالكم أن واحد يمشي يوصف ربي بأنه هو ماكر وأنه مكار إلى آخره، وإنما دبر لهم من جنس ما احتالوه هم، إذن هم أرادوا اغتياله فأبطل الله عملهم. هذا فقط باللغة فقط هو أي نعم. مترفيك آخرك وافيا بروحك وبدنك، نعم هكذا معتقد أهل السنة، بروحه وجسده أخذه الله تعالى ورفعه إليه، بل رفعه الله إليه. مثل عيسى إن مثل عيسى هكا ولا الآية طيب. مثل عيسى حاله وصفته العجيبة، نعم الممتلين الشاكين في أنه الحق نعم الشاكين، هذا الممتلي فلا تكو في مرية يعني الشك. تعالوا هلموا أقبلوا بالعزم والرأي، هذا لاحظوا معي كما كنا نقرأ في لغات العرب يقولوا تعالوا هلموا أقبلوا والآخر. نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا، اللهم عافينا. كلمة سواء كلام عدل ولا تختلف فيه الشرائع، كان حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. إذن هذا شو معنى حنيف؟ حنيف يعني مائل عن الباطل، يعني بعيد عن الباطل، ومش معناها حنفي، ردوا بالكم، حنفي شيء آخر. الحنفي إما معناها أنه من أتباع الإمام أبي حنيفة، أو حنفي بمعنى أنه من قبيلة بني حنيفة، ولكن حنيفا هذا عندها معنى آخر، يعني بعيد عن الباطل، مائل إلى الحق، مائل عن الباطل، مو مائل عن ومائل إلى، مش كيف كيف. مسلما موحدا أو منقادا لله مطيعا، نعم بمعنى واحد تقريبا، أما أصلها أسلم يعني خضع لله وانقاد له وأطاعه. ولي المؤمنين ناصرهم ومجازيهم بالحسنى، نعم بارك الله فيك. قلتي تفضل. تلبسون أي تخلطون وتسترون، نعم تلبسون الحق بالباطل يعني تخلطونه ولتغطيوا الحقيقة. عليه قائما ملازما له تطالبه ويقاضيه، نعم إلا ما دمت عليه قائما، وحتى الواحد يولي يحشم على روحه هو يطلب فيه، يطلب فيه حقه يولي يحشم، لا حول ولا قوة بالله. الأميين فيما أصدنا من أموال العرب، أي نعم هذه المشكلة، يعني هم حسب دعواهم قالوا ماذا بعرب تخذ لهم فلوسهم يا رجل قد ما تأخذ حلال، وهذه عند المسلمين لا ردوا بالكم، ما تقولش خطر هو كافر هيا برا خليني ناخذ له فلوسه، بالعكس انا فما واقعه محاله مش يولي درس تفسير، ما عادش يولي درس غريب قران، لان حصلت لبعض المسلمين انه كل نهار يطلع ياخذ الكار في بلد من البلدان الاجنبيه فوق الاسكتلنديه، فنهار من نهارات رجع له السائق، لأن عندهم واحد بارك هو بيدو يسوق وياخذ الفلوس في نفس الوقت، رجع له المال كامل وزاد عليه بقية الصرف، معناها المفروض ياخذ ويرجع هو، ما مثلا تقول انت اعطاه 5000 هو رجع له 5000 وزاد عليهم بقية الصرف بتاع 5000 اللي ياخذ، هو قعد ينظر خذ الفلوس قال زعما هذا رزق عطاه لي ربي على الصباح، وإلا غي كافر برا خذ فلوسه واسكت، ليه فيسع رجع له فلوسه وقال له لا راك غلط أعطيني فلوسي برك راهو أنا أعطيتك هكا، كانت سببا لأن قال وقت السائق قالوا عندي أكثر من شهر وأنا نراقب فيك، نقول زعما هذايا زعما بصدق قاعد يتصرف مع الناس ومش يكون معهم عادل، فقالوا راني متعمدا رجعت الفلوس باش الراش يكون موقف متاعه، فوقت اللي رجعت الفلوس عرفت انك صادق وكانت سببا في ان دخل في الاسلام.
هذا انظروا إلى قول الآخرين وقت اللي قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا عتاب ولا ذم ولا إثم ولا حرج، ناخذ لهم فلوسهم مسالش، حتى أنهم يقولوا في كتبهم إذا وجدت غوميا ولا أمميا ساقطا في حفرة فألقي عليه الحجارة. قيت واحد ما هوش يهودي، قيت طايح في القاع في بارك كما عليه حتى باش ما عادش يقوم، هكذا فكرهم. أيوة سيسمع للناس بالتفسير في الأميين لقبلها المشركين العرب، يعني العرب فاش اشتركوا في كلمة العرب، هم اللي سموا الأميين، لأن العرب قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فهنا نفس الشيء هم بهم. شنية الكلمة المشتركة بين الأميين الأخرى والأمية هذه؟ هي العرب، وبالعرب سواء مؤمنهم أو غير مؤمنهم نفس الشيء. نعم. لا خلاق لهم، لا نصيب من الخير أو لا قدر لهم. لا قدر لهم. طيب. لا ينظر إليهم، لا يحسن إليهم ولا يرحمهم. نعم. لاحظوا هنا مشى بمعنى التأويل، مش معناها النظرة أنه مجرد ينظر لهم، يقول لك ينظر لهم بعد. ينجي ينظر إليه نظرة غضب. لا، هنا نظرة رحمة. أيوة. لا يزكيهم، لا يطهرهم أو لا يثني عليهم. نعم. أصل الزكاة هي النماء. بمعنى الطهارة، وفلان نفس زكية يعني طاهرة. يلوون ألسنتهم يميلونها عن الصحيح إلى المحرف. نعم، يعني يحرفون الكلام ليقال هو من عند الله وما هو من عند الله. الحكمة. نعم. الحكمة أي الحكمة أو الفهم والعلم. نعم. كونوا ربانيين علماء معلمين فقهاء في الدين. نعم، منتسبين يعني إلى الله، وتكونون صادقين فيما تبلغون عن الله، لأن العلماء ورثة الأنبياء. تدرسون تقرؤون الكتاب. طيب. إصري عهدي. رجعت إلينا كلمة إصري اللي رناها إصرا، إيش بنفس المعنى هنا؟ إصري يعني عهد الله سبحانه وتعالى. له أسلم، له إنقاد وقضى. أيوة، باش ما يمشيش البالكم، أسلم بمعنى الإسلام اللي هو مشهور، لا بمعنى اللغوي هنا، معنى اللغوي. الأسباط أولاد يعقوب أو أحفاده. نعم، إذن يولي أولاده وأحفاده، الكل يتسماه الأسباط. نعم. كسر أولادي، يعقوب، نعم صحيح، مش يعقوبي، ما تجيش أولادي يعقوب، بارك الله فيك انتبهت إليها، ما تجيش. نعم. أيوة. الإسلام التوحيد أو شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته والانقياد له. ينظرون. ينظرون يؤخرون عن العذاب لحظة. نعم، لا يؤخرون ولو لحظة. إذن ينظرون يعني يؤخرون. قالوا أنظرنا يعني، أو أنظرون يعني أميلون. نعم، فما؟ طيب سيدي. البر الإحسان وكمال الخير. إسرائيل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام حنيفا. لحظة، كلمة إسرائيل هي بلغتهم تعني عبد الله، هذا في أصلها، وهو سيدنا يعقوب. أيوة. حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. نعم، كنا نشرحها منذ قليل. ببكة مكة المكرمة. مكة وبكة الفرق بينهما في اللغات واللهجات، هذه من الوجه السابع، وإلا قل من إبدال حرف بحرف، ولكنه إبدال حرف بحرف في الوجه السابع، تصلح إذن للوجهين. لكن لا يقال للكعبة بكة. نعم صحيح. ويقال للكعبة مكة. لا يقال للكعبة. نعم، الكعبة في حد ذاته. أيوة. نعم، يقال لها مكة. أيوة. لكن لا يقال لها بك، يقول بك المكان. المكان كله. أي نعم صحيح صحيح. تبغونها. تبغونها عوجا، تطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. من يعتصم بالله يلتجئ إليه أو يستمسك بدينه.
حق تقاته حق تقواه أي اتقاء حقا واجبا. واعتصموا بحبل الله تمسكوا بعهده أو دينه أو كتابه حفرة طرف حفرة. طرف حفرة يعني على شفا حفرة يعني طرف حفرة. هو لو كتب شفا حفرة يكون طرف حفرة أولى، مش حفرة طرف حفرة، شفا حفرة طرف حفرة هكا أولى. أظن خطأ مطبعي هذا يعني لأنه مش شرح شفا حفرة. أذى ضررا يسيرا بالكذب أو التهديد، هذا هو الأذى يعني التهديد أساسا أو الإشاعات وما تبح إلا أذى. يولوه الأدبار ينهزموا ويخذلوا، ضربت عليهم الذلة أحاطت بهم أو ألصقت بهم الذل والصغار والهوان. نعم. ثقفوا وجدوا أو أدركوا. نعم. بمعنى آية أخرى ثقفتموهم يعني وجدتموهم أو أدركتموهم. بحبل من الله بعهد منه تعالى وهو الإسلام، حبل من الناس عهد من المسلمين. نعم، حبل من الله يعني قوله صلى الله عليه وسلم إلا من قال لا إله إلا الله، وحبل من الناس يعني إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره. الله يبارك لك. باءوا بغضب رجعوا به مستحقين له، المسكنة فقر النفس وشحها، ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب بمستوين، أمة قائمة طائفة مستقيمة ثابتة على الحق. إذن مش كلهم في شكرة واحدة، إذن فيهم الباهي وفيهم وهو، ومنهم من إن ومنهم من إن هكا قال لنا رب سبحانه وتعالى، مش كلهم سواء. لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم. نعم. فيها صر، برد شديد أو سموم حارة. أو سموم حارة، يعني في كل الأحوال كلمة صر تعني الشيء المهلك، سواء كان بردا شديدا أو سموما حارا فهي مهلكة، هي ريح ولكنها ستفسد كل شيء. حرث قومي زرعهم. نعم، أصابت حرث قوم مش معناها الأرض المحروثة، لا، المقصود به الزرع، يعني الأرض المحروثة تنفخ فيها الريح مهما تكون مش باش تضرها برشا، أما إيه ها عندك زرع وهجمت عليه النار والسموم حارة والبرد شديد، كان سموم حارة مشى صفار واتكى على جنب، كان الأخرى زادة مش تجمده كما هو، لأن الحرقة يحترق كثرة البرد حتى يتحرق، تصوره تبر الدنيا كل سيبه البرد بحرق شديد. بطالة خواص يستبطنون امرأة. نعم، فما تفسير الأولياء بطالة أي صحيح صحيح، ما شكون هم الأولياء؟ معناها الموالين، الموالين والموالي شكون؟ هو اللي يقعد بحذاه دائما في بطانة، ومنها نقول السلطان وبطانته ولا وحش يعني اللي لاصقين فيه، هذا المقصود. لا يألونكم خبالا. نعم. لا يقصرون في فساد دينكم. والعياذ بالله، لا يألونكم خبالا، المهم حريصين على أن يفسدوا دينكم. الإسلام ما فيهش كذا، ما فيهش تحريم كذا، ما فيهش تحريم كذا، أعمل كذا حلال عليكم هاكم تشوف، ما غير ما أقول لكم حتى. أيوة. ودوا ما عنكم، أحبوا مشقتكم الشديدة. نعم، العنة هو المشقة. خلوا، مروا أو انفرد بعضهم ببعض، من الغيب أشد الغضب والحنق. والحنق صحيح، يعني هي شدة الغضب على ما هم تغشش عليهم، وأنهم بلغتنا الدانش يقول لكم من أرفزين على الأخ من الكلمة الفرنساوية، الله المستعان، وما حقوش يفسر كلمة بأصعب منها، يعني أشد الغضب فقط. لكن الحاجة الزايدة في كلمة الحنق وهو أنه سيمر إلى الفعل، بما أنه إذا متغشش عليك إذا مش يعمل عملة تدل فعلا على أنه متغشش، مش مش يخليها في قلبه، يعني الغضب هكا في داخل، ينجم يغضب ويتكأ
وما يعمل حد شيء، لكن الحنق معناها سيخبي في حاجه ما سيضمرها وش يخرجها مش يخرجها. هكا علاش قال ربي سبحانه وتعالى من الغيظ. ايوه غدوت غدوت خرجت اول النهار من المدينه. نعم الغدوه يعني اول النهار. تبوئ تنزل وتوطن طيب مقاعد مواطن ومواقف له يوم احد. ان تفشل تجبن وتضعف عن القتال. نعم علما وان اغلب ما ورد في سوره ال عمران يتحدث على غزوه احد، وفيه اشاره قليله الى بدر، اشاره قليله، ولهذا وقت قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، اي انت بلاستيك في المكان الفلاني، انتم اقعدوا هنا، انت اقعد هنا، انت دورك ماشي يتمثل في كذا. هذا كله قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ بالاسباب ضروري، مش يقول ربي انصرنا صحيح، لكن لابد ان يتموقع ولابد ان ياخذ كل الحيطه واسباب النصر، ما يكفيش ان يكتفي بالدعاء. الله يبارك لك ستي. أذلة بقلة العدد والعدة أن يمدكم يقويكم ويعينكم يوم بدر. يأتوكم أي المشركين فورهم هذا ساعتهم هذه بلا إبطاء مسومين معلمين أنفسهم أو خيرهم. لا مش معلمين يا شيخ، معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات. نعم رينا احنا كلمة مسومة يعني فيها العلامة. أيوة. ليقطع طرفا ليهلك طائفة يكبتهم يخزيهم ويغمهم بالهزيمة. أيوة. مضاعفة كثيرة وقليل الربا ككثيره حرام. هذه اللي قلت لكم بالضبط أضعاف مضاعفة، مش معناها أن القليل مثالش، وإنما هذا وصف حالهم في ذلك الوقت. السراء والضراء اليسر والعسر. نعم. الكاظمين الغيظ الحابسين غيظهم في قلوبهم. أيوة. فعلوا فاحشة معصية كبيرة متناهية في القبح خلت مضت وانقضت سنن وقائع في الأمم المكذبة. نعم. لا تهنوا لا تضعفوا عن قتال أعدائكم قرح جراحة يوم أحد. قرح مثله يوم بدر. نعم جزاك الله تعالى خيرا شيخ. تذكروا السيرة النبوية مو ضروري جدا. نداولها نصادفها بأحوال مختلفة ليمحص ليصفي ويطهر من الذنوب يمحق يهلك ويستأصل كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت معلوم كأي من نبي كم من نبي كثير من الأنبياء ربيون علماء فقهاء أو جموع كثيرة فما وهنوا فما عجزوا أو فما جبنوا فما استكانوا ما خضعوا أو ذلوا لعدوهم الله مولاكم الله ناصركم لا غيره الرعب الخوف والفزع سلطانا حجة وبرهانا مثوى الظالمين مأواهم ومقامهم تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا. أريد وش معناها تحسونهم؟ تحسونهم بإذنه يعني تحشونهم تقطعونهم تقتلونهم قتلا ذريعا. لكن المعركة يا قاتل يا مقتل، فيهاش هذا الجيش إما منتصر ولا منهزم، باش ما يقولوش فاش تحكيوا يا جماعة. نتحدث على دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهوش قاعد في داره وإنما في وسط الجيش. فشلتم فزلتم وجبنتم عن عدوكم ليبتليكم ليمتحن صدركم وثباتكم تصعدون تذهبون في الوادي هربا. نعم ولا تلون تفضل لا تلون لا تعرجون فأثابكم فجزاكم الله بما عصيتم غما بغم
حزنا متصلا بحزن، أمانة أمنا وعدم خوف، نعاسا سهولا وهدوءا أو مقاربة للنوم. نعم، هذا أصل النعاس هو أنه يبدأ الإنسان هكا يسترخى شوية، مشي ناس احنا نقوله، أما مازال مرقدش. يغشى يلابس كالغشاء، لا بوز لا خرج، مضاجعهم مصارعهم المقدرة لهم أزلا. نعم. ليمتلي ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير. أي هو يبتلي رغم أنه يعلم، فهو يختبرنا ويمتحننا، ومع ذلك هو يعلم من الذي سينجح ومن لا ينجح. قد تقول الواش ما الاختبار حتى تقوم عليك الحجة، لأنك لا تعمل عملا بناء على أنك تعرف أن الله يعلم أو لا يعلم، لأن الله دائما يعلم، وأنت لم تقم بالعمل بناء على علم الله، وإنما بناء على تخطيطك وتقديرك أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. كل واحد ما يعمل أي شيء إلا بعد تخطيطه، أشنو بعد ما صارت بعد ما خطط وطلع تخطيطه غلط، وقتها يقول قدر ربي، معناها وقت اللي تأكل بعضها ويعجز وقتها يقول قدر، لا باين اللي الشيطان قاعد يلعب به. أيوة. ليمحص ليخلص ويزيل أو ليكشف ويميز، استزلهم الشيطان حملهم على الزل، على الزلة لوسوسته. نعم، استزلهم يعني هو غرهم، كما أخرج أبويكم من الجنة. ضربوا سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا. أي ريت وش معناها ضربوا؟ هذه من الكلمات اللي فيها احتمال، قولوا وش معناها ضربة؟ إذا ما يحطهاش في سياق ما تعطيش معنى صحيح. ضربوا هنا معنى سافروا، آخرون يضربون في الأرض. غزاة مجاهدين فاستشهدوا. نعم. فبما رحمة عظيمة. نعم، في أي رحمة، يعني يا لهذه الرحمة، هذا اسمع فبما رحمة، يعني برحمة عظيمة. لنت لهم سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم. طيب. فظا جافيا في المعاشرة قولا وفعلا. نعم، شكرا لك ولدي. لم فضوا لا تفرقوا ونفهموا، ألا غالب لكم ألا قاهر ولا قاهر لكم، يقول يكون في الغنيمة. هنا لاحظوا أن عندنا قراءتين، وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل، في كل الأحوال ما ستؤخذ بمعنى أن الخيانة في الغنيمة لا يمكن بحال من الأحوال لا أن تتعلق بنبي ولا أن تتعلق بمن هو بجانب النبي، فلا النبي يغل ويسرق حاجة ويخبيها قبل ما تقسم، ولا من حول النبي يسمح لأرواحهم باش يسرقوا حاجة ويخبيوها قبل القسمة. وما كان للنبي أن يغل وما كان للنبي أن يغل. باء بسخط رجع متلبسا بغضب شديد، يزكيهم يطهرهم من الناس الجاهلين. أن هذا من أين لنا هذا الخذلان؟ لاحظوا أن فسرها هنا من أين لنا هذا الخذلان، بينما أن هذا يعني من أين لنا. كان تذكروش يقبل كنا نشوف فيها وقت اللي دخل زكريا على مريم قال أنى لك هذا، فسرها قال كيف، وزاد عليها قال من أين، وأن شئت ما أين. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذه أيضا فيها معنى آخر، لكن المعاني متقاربة، سواء كان هذا المعنى أو ذاك فالمعاني متقاربة، وهذا طبيعي جدا لأن اللغات تختلف والسياق يختلف، وهك علاش غريب الحديث غريب القرآن عفوا، فيه ديما فيه كلام، ديما فيه كلام، ماهوش كيما التفسير، لأن التفسير المفسر يسمح لنفسه بأن يعرض مختلف الآراء ويتوسع أحيانا في الفقه وأحيانا في الطبيعيات وأحيانا في الفلسفة وأحيانا كل واحد فاش يجتهد، بينما اللي فسر الغريب يأتي بكلمة ويأتي بمرادفها أو ما يقارب معناها، من جمش يعطي بالضبط شنو المقصود. وهذا من إعجاز القرآن أنه يستعمل كلمة ما يستعملش أختها، واللي قد
تقاربها في المعنى. لا هاكي أقوى، فكلمة كان هاكا يجب تتحط الكلمة هاكي بالذات ما هيش غيرها، لأن لو كانت تلك الكلمة ما أدت المعنى المراد من الآية ولما كانت قوية بالقوة التي تراد، ولما كانت أدت في جرسها الموسيقي من حروف اللي يسميه الجاحظ بالنظم، وإبراهيم النظام حتى زاد يتحدث عليه أشنو هو النظم، يعني تختار الكلمة بحروفها هكي بالذات وتحطها في المكان هكا بالذات، بحيث لو نقلت الكلمة إلى مكان آخر ما أدت نفس المعنى، ولو بدلت الكلمة بكلمة أخرى ما أدت نفس المعنى، وهذا من كمال إعجاز القرآن الكريم. أرسلتي فدرأوا هكا ولا فدرأوا عن أنفسكم الموت، تذكروا دي ما احنا وين في الآية، تبع الآية فدفعوا نعم أصابهم القرح نالتهم الجراح يوم أحد نعم أنما نملي لهم أن إمهالنا لهم معروفين نعم الإملاء هنا بمعنى الإمهال وأملي لهم هكا الآية إن كيدي متين أيوة يجتبي يستطيع ويختار نعم سيطوقون سيجعل طوقا في أعمالهم الله المستعان عهد إلينا أمرنا وأوصانا في التوراة بقربان ما يتقرب به من البر إليه من البر من البر إليه تعالى نعم الزهر كتب المواعظ والزواج زحزح عنا بعد عنا ونحيا عنا بعد ونحيا عنا نعم سيدي الغرور الخداع أو الباطل الثاني شكرا لك سيدي نرجع من جديد لتبلغن لتمتحنن بالمحن فنبذوه طرحوه ولم يراعوه بمفازة بفوز ومنجاة باطلا عبثا عاريا عن الحكمة فقنا عذاب النار فاحفظنا من عذابها أخزيته فضحته فضحته أو أهنته أو أهلكته مناديا الرسول أو القرآن إننا سمعنا مناديا شكون المنادي إما الرسول أو القرآن ذنوبنا الكبائر كفر عنا سيئاتنا أزل عنا صغائر ذنوبنا لا يغرنك لا يخدعنك عن الحقيقة تقلب تصرف متاع قليل بلغة ثانية ونعمة زائلة بئس المهاد بئس الفراش والمضجع جهنم نزلا ضيافة وتكريمة وجزاء صابر غالب الأعداء في الصبر رابط أقيموا بالحدود متأهبين للجهاد ايش معنى أقيموا بالحدود؟ الحدود نعم التي هي آخر ديار المسلمين وقرب ديار الأعداء وتلاحظوا معايا حاجة مهمة جدا في تونس أغلب هذه الرباطات موجودة على ساحل البحر لماذا؟ لأن العدو يأتي من البحر مدينة كمدينة الحمامات يأتيها الوندال أو الرومان يهجمون عليها لا يتركون فيها تقريبا أحدا لا يجدون رجلا إلا ذبحوه وأخذوا نساءهم وأطفالهم وركبهم الكل في السفن وأخذوهم معهم وأخذوهم في سفن أخرى مؤونتهم الصابة المخبية عندهم لم ينجو إلا القليل الذي استطاع أن يفر إلى جبل سوسة هكذا فعلوا فيها المنستير قليبيا كل هذه للحدود فكانت أغلب هذه الأربطة تكون على شاطئ البحر ويغتنمونها أولا لكثرة قراءة القرآن وتكرار القرآن والطلب العلم ثانيا لكثرة العبادة وثالثا لحراسة المسلمين مرة في محاضرة في إحدى المدن الداخلية ما نسميهاش فتحدثتهم على أبو جعفر
في سوسه. قالوا لي شيخ من ماشي بحذا التوريست وقتها عندهم توريست هما وخلاو قفارك المكان هكاي شوف سوسه وين شوف ابو جعفر وين وزوز ابو جعفر زوز رجال كل واحد ابو جعفر ابو جعفر متفنين مع بعضهم زوز في نفس المكان. هكي النيه ثلاثه حاجات: اولا العلم، اثنين العباده، ثالثا حراسه المسلمين. ومن طرائف ما يروى ان محمد بن سحنون رابط برباط المنسير وقام في الليل يصلي بسوره الاعراف الى ان وصل الى قول الله تعالى: وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. وبدا يقول تخنقه العبره يعني الدمع وما عادش ينجم يكمل يعاود من جديد حتى طلع عليه الصبح وما كملش الا الايه. الناس تلاحظوا انهم كانوا يخرجون فعلا من هذه الاربطه او الرباطات بالاهداف الثلاثه. قلنا الدكتور حبيب الهيله كان يقري فينا في المسائل هذه، قلنا لاحظوا من أقصى شمال المغرب حتى الإسكندرية على طول الخط الساحلي هذا ينجموا وقت اللي يراه عدو يخبروا بعضهم في ظرف 24 ساعة الخبر يوصل من أقصى المغرب إلى الإسكندرية بطرق. إذا كان في النهار يستعملون أشعة الشمس يعملوا القصاعة المصقولة وهون بطرق معينة باش يعرفوا، وإذا كان في الليل يشعلون النار، شعل النار راهو فما شكون جاي باش يخرجوا من بعضهم، وفي نفس الأربطة عندهم الخيول وعندهم السفن وعندهم كل المعدات باش يدافعوا على المسلمين. فرب سبحانه وتعالى أمر بهذه الأربطة حتى يحرسوا المسلمين. وتعرفوا أن الحديث الصحيح: عينان لا تمسهم النار، شكون كمل الحديث؟ عين بكت من خشية الله وعين ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. أي سيدي تفضل، شكون يواصل الطريق؟ تفضل. سورة النساء. أيوة. سورة المدنية وعدد آياتها 76 ومئة. بطبيعة بالعد الكوفي. أيوة. بث منهما نشر وفرق منهما بالتناسل والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أوني ريت علاش منصوبة؟ يعني اتقوا الأرحام. رقيبا مطلعا أو حافظا لأعمالكم، حوبا كثيرا، إثما أو ذنبا أو ظلما عظيما، ألا تقصفوا، ألا تعيبوا ولا تنصفوا، ما طاب لكم، ما حل لكم، رباعا فتحرم الزيادة على أربعة، ألا تعدلوا في النفقة وسائر الحقوق، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب ألا تجرؤوا، ألا تجوروا، ذلك أقرب ألا تجوروا، أو ألا تكثر عيالكم. لا تكثر عيالكم، هذا على المذهب الشافعي هذا وردوه الكلام هذا. إذا العول هنا ذلك أقرب ألا ذلك تجور. أقرب ألا تجوروا. الجور هو الظلم، الجور هو الظلم. صدقاتهن مهورهن. نعم، الصدقة هو صدقاتهن يعني مهورهن. نحلة فريضة أو عطية بطيب نفس. نعم، إذا نحل فلان يعني أعطاه بطيب نفس. هنيئا مرئا طيبا سائغا حميدا مغبته. يعني حميد العاقبة، هذا ايش معنى المغب؟ حميد العاقبة. هنيئا مريئا يعني طيبا حميدا إن شاء الله عاقبته طيبة، مش يأكل ويقعد يقاسي في الماكلة اللي يأكل فيه. أيوة. قياما قوام معايشكم وصلاح أموركم. وصلاح أموركم، جزاك الله تعالى خيرا. سيدي ابتلوا اليتامى. ابتلوا اليتامى اختبروهم في الاهتداء لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ. نعم، حتى يحسنوا التصرف، مش خطر هو مازال ما كبرش وما يعرفش تهمل الفلوس. لا، ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. طيب،
آنستم علمتم وتبينتم رشدا اهتداء لحسن التصرف في الأموال بدارا أن يكبروا مبادلين كبرهم ورشدهم. يعني تبقى متكلف على فلوس الأيتام فتجده يأكل ويسرع يأكل أكثر ما يمكن باش فماشي ما يقول لك يصبح شي يكبر وترسل نعطيه في فلوس، وهذه صحيح ليأكل بالمعروف. أنا القائم على شؤون اليتيم صحيح يعني ما يكونش دون مقابل، خطر له بيه وله بفلوسه، ولكن قال فليأكل بمعروف، ما قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، خايفين لا يكبروا يذبنا، إذا أصرف أصرف يحب يفال فلوسه قبل ما يكبر، لا هذه تولي حيلة اللي ما يزمهاش تصير. فليستعفف فليكف عن أكل أمواله. من كان غنيا فليستعف، هكا يتيم فقد أبوه فقد السند، يعني خلي الأجر على الله خير له من أن يأخذ مال اليتيم. أما يأكلون أموال اليتامى ظلما عدما، الله المستعان. حسيبا محاسبا لكم أو شهيدا مفروضا واجبا أو مقتطعا محدودا قولا شديدا جميلا أو صوابا وعدلا سيصلون سعيرا سيدخلون نارا موقدة هائلة يوصيكم الله يأمركم ويفرض عليكم. أيوة ريتم يوصيكم الله، مش معنى ربي يوصيكم هو مجرد وصية وبر، لا يفهمون العربية والله لا يفقهونها، لا حول ولا قوة إلا بالله، قاتل ربي يوصيكم ما قالش واجب عليكم، الله المستعان. فريضة. أيوة أكثر شيء. أين مفروضة عليكم كلالة ميتا لا ولد له ولا والد. هذا إيش معنى الكلالة؟ لا ولد له ولا والد. حدود الله شرائعه وأحكامه المفروضة. نعم سيدي. بجهالة بسفه وكل من عصى جاهل. إذا جاهل مش معناها ما يعرفش، وإنما معناها يعرف خارج على القلب. كرها مكرهين لهن أو مكرهات. لا مكري. كرها مكرهين لهن أو مكرهات عليه. أي نعم. جزاك الله تعالى خير. لا تعقلوهن، لا تمسكوهن مضارة لهن. مضارة لهن. بفاحشة مبينة النشوز وسوء الخلق أو الزنا بهتانا باطلا مغرورا. ما النشوز؟ النشوز هي معصية الزوج بمعنى هنا عدم إرادة الاستقرار في البيت، ومش الاستقرار في البيت معناها البقاء في البيت لا، وإنما بلغتنا احنا نقول الخروج على نظام البيت وبعثرة البيت، مش في أثاثه وإنما في نظامه. ولهذا النشوز أن المرأة الناشز هي المرأة التي تخرج عن طاعة زوجها وتحدث الفتنة بينها وبين زوجها والأطفال، هذا المقصود بالنشوز. النشوز مش تجين بعد بهتان باطل مظلوم أفضى بعضهم وصل باللقاء أو القلوة الصحيحة ميثاقا غليظا عهدا وثيقا نقدا مبغوضا مستحقرا جدا ربائبكم بنات زوجاتكم من غيركم فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم حلائل أبنائهم زوجاتهم. أيوة زوجاتهم. ما كلمة نشوزهن كما تفضلت هي بمعنى تولي المرأة مترفعة على الراجل وتولي رافضة كل كلمة يقولها، عاملة دبوس في راسه عصية بالدرجة أكثر شيء من هك. تلاحظوا هنا هذه حلائل أبنائكم. مرة جاني سؤال عجيب شوي، قال لي بو تزوج طفلة صغيرة بعد ما ماتت مرته، يا أخي ولده اللي هو من مرأة اللي ماتت، قال كذا مش تضرب الثمن الفرخة اللي جابوها لنا ذي حبي يأخذها هي باش يستملك بالورثة بكل. جاي يسأل فيها حلال
قال يوم فما شرب ما قالش كنت حرام عليه. قلت ما لاش ليه حلائل وأبنائكم هذه؟ قال أنت فسرتها هك. قلت له أنت يصلح حالك برا مش ياسر، وعندك مفتي في البلاد برا مش ياسر، وكان قال لك حلال برا صح. علاش؟ لأن الطفلة اللي واخذها عمرها 24 ولا 25 سنة وهو عمره 35 سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. برا سيدي هذه حلائل أبنائكم زوجاتهم. يعني أيوة زوجاتهم المحصنات ذوات الأزواج محصنين أعفاء عن الحرام غير مسافحين غير زانين أجورهن مهورهن طولا غنى وسعة المحصنات الحرائم فتياتكم إمائكم. أعني في كلمة الفتيات يعني الإماء، يعني ما يعني المملوكة اللي ما عاد تشتوي كعن الرق. وكانت تونس أول دولة في العالم ناحية الرق قبل أمريكا قبل كل شيء. أسيدي محصنات محصنات عفائفة غير مسافحات غير مجاورات للزنا متخذات أقدام وصاحبات أصدقاء الزنا سرا خشي العنة خاف الزنا أو الإثم به سننا طرائق ومناهج بالباطل بما يخالف حكم الله تعالى نصليه نارا نصليه نصليه نارا هكا ولا الآية نصليه سوف نصليه فسوف نصليه نارا ندخله إياها ونحرقه بها سيئاتكم ذنوبكم الصغائر مدخل كريم مكان حسن شريف مكان حسن شريفا وهو الجنة جعلنا موالي مما ترك وورثة يعني ورثة عصبة ورثة عصبة يرثون مما ترك. هذا باش ما ندخلوش في متاهات في الفرائض الذين يرثون بالفرض والذين يرثون بالتعصيب وشكشوكة في علم كامل يلزم يتقرأ بالدقة وبالتفصيل. على كل حال جعلنا موالية يعني ورثة تابعين لهك الراجل هكايا فيه تدقيق فيه تفصيل لا ندخل فيه. الذين عقدت عقدت أيمانهم حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث وهو منسوخ عند الجمهور. نعم. قوامون على النساء قيام الولاة المصلحين على الرعية قانتات مطيعات لله ثم لأزواجهن حافظات للغيب صائمات للعرض والمال في غيبة أزواجهن هكا ولا؟ طيب شكرا سيدي. بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن نشوزهن ترفعهن عن مطاوعتهن الجار الجرب البعيد سكنا أو نسما الصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن في السبيل المسافر للغريب أو الضيف مختالا متكبرا معتبا بنفسه فخورا كثير التطاول والتعاظم بالمنام رئاء الناس مراءة لهم وسمعة لا لوجه الله. نعم ناقصة ألف مش مراءة كما قرأها المراءة كما موالاة ومحاباة إلى آخره ومحاماه مراءة لهم وسمعة لا لوجه الله. إثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباء لو تستوى بهم الأرض لو كانوا هم والأرض سواء فلا يبعثون عاملي سبيل مسافرين فقدوا الماء فيتيممون لو كانوا هم والأرض سواء يتمنون لو يوليوا قدهم قد الأرض معناها تراب ليتني كنت ترابا عابري سبيل مسافرين
الله. عفوا، وإلا عندها يحتمل معنى آخر، أن الأرض ما هي تراب، ما يشمش تموت وتعاود تحيا من جديد بيوم القيامة، إلا أن قوله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض. لكن بالنسبة لي مخهم يقول أن تمنى، لو تمنى أي حاجة أخرى غير الإنسان اللي مش يتحاسب لو تسوى بهم الأرض. الغائب مكان قضاء الحال، كناية عن الحدث. لامستم النساء وقعتمهن أو مسستم بشرتهن. لا، لامستم النساء يعني وقعتم، هذا مسستم بشرتهن، هذا باش يدخل على المذهب الحنفي، على المذهب الشافعي عفوا. على كل حال يكون في بالكم مضطره، ولو أنه يفسر في كلام ربي سبحانه وتعالى، المذهب لابد باش يتحرك من غير أن يشعر وأن يؤثر فيه حتى في بيان كلمة. فالمس واللمس في العربية هو ذاك، هو المقصود به المباشرة. صعيدا طيبا ترابا أم وجه الأرض طاهرا، يحرفون الكلمة يغيرونه أو يتأولونه من الباطل. نعم صحيح، جزاك الله تعالى خيرا. نعم، صعيدا كل ما صعد على وجه الأرض، هو فسرها بمذهب الشافعي ترابا، يعني لو يجي واحد منكم مالكي وحط حجرة يقول ها تيمك باطل وصلاتك باطلة، علاش تفسر بصعيدا طيبا هو تراب؟ كل ما صعد على وجه الأرض. على كل حال فيه يولي كلام بين الفقهاء، مساش نقول ما صعد على وجه الأرض، لكن هل يخصص بالسنة أو لا يخصص؟ نعم، السنة تبين وتوضح. نعم، زيادة الحديث عن مالك وتربتها. أي أكيد، وتربتها صحيح، هذا زيادة مالك وتربتها لأنها طهورة. نعم، هي من زيادة مالك صحيح. وهل تعتبر أو لا تعتبر؟ أخذ بها مالك على الكل، ثم مالك هو لم يأتي بها من عنده وإنما سمعها. أسدي اسمع غير مسمع، قصد به اسمع أو أسمع. اسمع في الآية، أسمع هكذا مو أسمع بهمزة قطع وكسر الميم ولا لا مشاهد. واسمع، نعم واسمع، واسمع غير مسمع. نعم، واسمع غير مسمع، قصد به اليهود الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. الله يبارك لك الشيخ. ورعنا قصدوا به سبه وتنقيصه، ليا بألسنتهم انحرافا الى جانب السوء في القول، اقوم أعدل وأصوب وأسد، نطمس وجوها نمحوها أو نتركه أو نتركهم في الضلالة، يزكون أنفسهم يمدحونها بالبراءة من الذنوب، فتيلا قدر الخيط الرقيق في شق النواة، بالجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله، نقيرا قدر النقرة في ظهر النواة، نصليهم نارا ندخلهم نارا هائلة نشويهم فيها، نضجت جلودهم احترقت وتهرت وتلاشت، ظليلا دائما لا حر فيه ولا قر، تؤد الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد، نعم ما يعظكم به، نعم الذي يعظكم به ما ذكر، أحسن تأويلا أجمل عاقبة وأحمد ما آلا، الطاغوت الضليل الضليل أيوة. الضل مكسورة، الضليل نعم الضليل كعب بن الأشرف اليهودي، يصدون عنك يعرضون عنك يعرضون. نعم حسيتي. شجر بينهم، أشكل والتبس عليهم من الأمور، حارا ضيقا مشبيحا مشكل، أشد تثبيتا أقرب إلى ثبات إيمانهم، خذوا حذركم خذوا سلاحكم أو تيقظوا بعدوكم، فانفروا ثباتا خرجوا للجهاد جماعات متفرقين
ليبطئن ليتثاقلن او ليثبطن عن الجهاد. ليثبطن او ليثبطن عن الجهاد، يعني يطيح في العزايم حتى لا يشجع الناس، بالعكس يشجع الناس على الجمود والركود وعدم الخروج، يعني إحباط العزائم. هذا ما معناها يثبطن عن الجهاد، يشجع الناس على عدم الخروج. 20 يبيعون وهم المؤمنون. إذن تنتبهون إلى كلمة يشرون، مش معناها مش معناها يشري، والعكس. الطاغوت الشيطان وسبيله الكفر. فتيلة قدر القيد الرقيق في شق النواة. بروج حصون وقلاع وقصور. مشيدة محكمة أو مطولة مرتفعة. حفيظة حافظا مهيمنا ورقيبا. درزوا خرجوا. بية طائفة دبرت بليل أو زورت وسوت. أذاعوا به أفشوه وأشاعوه وذلك مفسدة. يستنبطونه يستخرجون تدبيره أو علمه. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. بأس نكاية وبطشا وشدة. أشد بأس أعظم قوة وصولة. أشد تنكيلا أشد تعذيبا وعقابا. كفل منها نصيب وحظ من وزرها. مقيتا مقتدرا أو حفيظا. إذن يمكن بمعنى المقتدر على شيء مقيتا يعني مقتدر أو بمعنى حفيظ. حسيبا محاسبا ومجازيا أو شهيدا. أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكفر. حصرت صدورهم ضاقت وانقبضت. السلم الاستسلام والانقياد للصلح. أركسوا فيها قلبوا في الفتنة أشنع قل. ثقفتموهم وجدتموهم أو تمكنتم منهم. ضربتم سافرتم وذهبتم. السلام الاستسلام أو تحية الإسلام. معنا قراءة أخرى لمن ألقى إليكم السلام. السلام بمعنى الاستسلام أو تحية الإسلام على كل حال. عرض الحياة الدنيا الغنيمة وهي مال زائل. أولي الضرر أرباب العذر الماني من الجهاد. نعم هذوما استثناء. تفضل شيخ. مراغم مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه. يفتنكم ينالونكم بمكروه. حذرهم احترازهم من عدوهم. تغفلون تسهون. كتابا موقوتا مكتوبا محدود الأوقات مقدرة. لا تهينوا لا تضعفوا ولا تتوانوا. خصيما مخاصما مدافعا عنه. يختالون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. يبيتون يدبرون إليه. وكيلا حافظا ومحاميا من بأس الدار. بهتانا كذبا فظيعا. نجواهم ما يتناجى به الناس ويتحدثون. يشاقق الرسول. وش معناها يتناجى؟ صحيح يتحدثون ولكن فيما بينهم. نعم شبه السر. هذا يتحدثوا لكن لا يسمعهم الغير. يتحدثوا هذه النجوى الحديث ما يتحدثون بينهم فيما بينهم. أسيدي 94 ضربته فسرها بالصفحة اللي قبلها. 94 نعم فسرها بسافرته. مش إذا ضربته في سبيل الله. أي نعم يعني سافرتم يعني خرجتم. لا هو خرجتم والخروج الآخرون يضربون في الأرض يبتغون، يعني هنا بمعنى السفر. الضرب بمعنى السفر لكن لأي غرض. قد يكون السفر لقتال قد يكون للكسب مال لتجارة وغيرها. لا حرج في ذلك. إذن هناك علاش قال سافرتم أو ذهبتم وآخرون يضربون. وهنا فإذا ضربتم لكن قال الآية تقول إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سفرتم للجهاد هنا. إذا خرجتم للقتال مساش لا حرج. هو اكتفى بالسفر في حد ذاته ما ربطهاش في سبيل الله، يعني خرج للقتال خرج للجهاد. جزاك الله خير.
يشاقق الرسول، يخالفه، نوليه ما تولى، نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه، نصله جهنم، ندخله إياها فيشوى بها إناثا أصناما يزينونها كالنساء. نعم، هذه مناة العزة وأنت ماشي. أسف. شيطانا ماجدا متمددا متجددا من الخير. نعم. مفروضا مقطوعا ريبه. فلا يبتكن، فلا يقطعن، أو فلا يشقن. خلق الله فطرة الله وهي دين الإسلام. غرورا خداعا وباطلا. محيصا محيدا ومهربا ومعدلا. قيلا قولا. نقيرا قدر النقرة في ظهر النواة. أسلم وجهه لله، أخلص نفسه وتوجهه وعبادته لله، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، بالقسط بالعدل في الميراث والأموال. بعلها زوجها نشوزا، بعلها من بعلها نشوزا أو إعراضا، بعلها زوجها نشوزا تجافيا عنها ظلما. الشح البخل مع الحرص أن تعدلوا في المحبة ومن القلب والمؤانسة. سعته فضله وغنامه ورزقه. نعم، هو من وسع. شكرا لك سيدي، تفضل. وكيلا شهيدا أو دافعا أو مجيرا أو قيما. أن تعدلوا كرارة العلول عن الحق، تنجو تحرف في الشهادة، تعرض تترك إقامتها رأسا، العزة النزعة والقوة والنصرة، يتربصون بكم ينتظرون بكم ما يحدث لكم، فتح نصر وظفر وغنيمة. ألم نستحوذ عليكم، ألم نغلبكم فأبين عليكم. فأبقينا عليكم، يعني يقولوا لهم من انتصرنا عليكم ولكن مقتلنا كلش وخبيناكم وحفظنا عليكم. أبقينا عليكم يعني لم نقتلكم. مذبذبين بين ذلك، مرددين بين الكفر والإيمان، سلطانا مبينا، حجة ظاهرة في العدل، الدرك الأسفل، الطبق الذي في قاع جهنم، زهرة عيالا بالبصر، الصاعقة نار من السماء أو صيحة منه، لا تعدو في السبت، لا تعدو في اصطياد الحيتان فيه. نعم، لا تعدو يعني لا تعتدوا. ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا بطاعة الله، قلوبنا غلف، مغشاة بأرضية خلقية فلا تعلم. نعم، الله يبارك لك. ما أخيرة، تفضل. طبع الله عليها، ختم عليها، فحجبها عن العلم، بهتانا عظيما، كذبا وباطلا فاحشا، شبه لهم، ألقي على المقتول شبه عيسى، والمقيمين الصلاة، وأندح المقيمين لها. لاحظوا هنا، علاش خصها بالغريب رغم أنها مفهومة؟ احنا قلنا الغريب يعني الكلمات الصعبة اللي مش مفهومة. علاش يقول المقيمين الصلاة؟ وشوف كيفاش فسرها، قال وأمدح المقيمين لها. تذكروا الآية ولا؟ صحيح، كانت بالرفع فجأة ولات والمقيمين الصلاة. ما جاني واحد من كلية الشريعة قال ها الدليل أن ربي ما يعرفش العربي توهكتوا. مفقوش بها العرب فقنا بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاك علاش قال شبيها منصوبة فجأة، اللي قبلها مرفوعين فجأة هي تنصبت حدا. قالك وأمدح المقيمين لها، أمدح المقيمين، المقيم الصلاة، المقيمين الصلاة، خصوا من بينهم. أيوة. أسباقي أولادي يعقوب أو أحفادي. زبورا كتابا فيه مواعظ وحكم، لا تغلو، لا تجاوز الحد ولا تفرق، كلمته وجد بكلمة
يكون بلا أب وبلا أفة، روح منه ذو روح من أمر ربه، لن يستنكف لن يأنف ويترفع ويستكبر. برهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، نور مبين هو القرآن العظيم، الكلالة الميت لا ولد له ولا والد. طيب، هذه إذن الكلمات تقريبا الغريبة التي وردت في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، وما زلنا إن شاء الله المسيرة ما زالت أمامنا. حاولوا يا أبناء الأعزاء أن تبقى هذه المعاني على الأقل واضحة واضحة، لا تلتزموا بنفس الكلمة التي يشرح فيها هو، المهم أن أنت تفهم ما المقصود بهذه. مثلا كلمة كلالة مش بشرطه أنك تعاود نفس الكلام اللي قاله، وإلا صعيدا طيبة، شنو هو الصعيد؟ لا تلتزم، المهم أن تكون الكلمة واضحة عندك. يتربصون بكم، كلمة يتربصون أو عن أختها، والمطلقات يتربصن، ما معناها يتربص؟ يلزم المعنى يكون واضح. أنت إن عبرت بكلمة من عندك لا حرج، لكن بشرط أن يكون مطابقا للمعنى الحقيقي. كذلك خذ كلمة وانظر إلى العظام، كيف ننشزها، وهنا نشوزهن ونشوزا، الكلمة هي نفسها. كيف هذا في هذا في الآية الأولى ماذا تؤدي، في الثانية ماذا تؤدي، في الثالثة متى تكون هي نفسها، ما العلاقة بينهما؟ من أحاول باش في غريب القرآن بيكونش مجرد أني كلمة مجردة وحدها، لا، وإنما فما علاقة ما بيناتهم في الكلام ويربط بعض بعض. الشيخ جزاه الله خيرا بلا وقت لي نظر إلى كلمة يضربون، كلمة الضرب في الأرض، قارن بين هذا المعنى وذاك، لكن هنا قال يضربون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض، فهل الضرب بمعنى واحد وإلا يختلف؟ الضرب في حد ذاته عنده معنى، وإذا كانت زادت كلمة أخرى وتحط في سياق آخر يولي عنده معنى آخر. أؤكد عليكم هذه المعاني، الله يبارك لكم، حافظوا حافظوا على المدارسة. من حسن حظكم أن الكتاب صغير، جزاهم الله تعالى خيرا، معاكم الكتاب. أصبح طريق مساش قبل ما ترقد أعمل دورة هكا وشوف حتى هكا قراءة بالطول ولا حتى هكا مساش اللي مش تقرأ مش تربحه، بس يبقى راسك في ذلك، وربي يوفقكم.